بالنسبة للحادث في العالم الآن، أنا بسميه ظاهرة الكورونا فيروس المتواجد أساسا في الصين. إحنا إن شاء الله ما عندناش أي تخوفات، لأن المرض لا ينتقل من الحيوان مباشرة في مصر إلى الإنسان، ولا حتى المنتجات الحيوانية اللي هي المصنعة، لأنها بتتعرض لعملية تعقيم وطهي، وبالتالي الفيروس بيموت من أقل درجات الحرارة. لكن هو توخي الحذر من الأشخاص الذين يتنقلون من الدول التي ظهر بها الحالات إلى مصر ليس إلا، لكن إحنا ما عندناش أي تخوفات بالنسبة للكورونا فيروس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أنا هتكلم النهاردة عن ميكروب الكورونا فيروس أو مرض الكورونا فيروس. هذا المرض منتشر أو في الصين، وكان قبل كده موجود في السعودية من زمان حوالي 2012-2010 بنسبة بسيطة، لكن هو انتشار المرض حاليا. هو الفيروس ده RNA فيروس، طبعا RNA يعني الفيروسات على حسب DNA فيها نوعين، يا إما RNA أو DNA اللي هو ribonucleic acid أو ديزوكسي ribonucleic acid. هذا الفيروس من مجموعة الأمراض التنفسية اللي هي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية RNA. الفيروس ده بيتميز بأنه بيعمل طفرات بيسموها ميوتيشن. ميوتيشن يعني ايه؟ يعني الفيروس قوته بتتأثر بالظروف البيئيه الانفايرمنتال كونديشن، فبيغير من قوته، بيتغير من صفاته، خلاص ده مشكلته. لكن لو هو فيروس من سترين واحد او عتره واحده هنقدر نعالجه. حاليا المرض مثبت ان هو بيتنقل من انسان لانسان، ولكن نظرا لان الصين طبيعه اكلهم مختلفه، ممكن بياكلوا الخفافيش الباتس، ممكن بياكلوا التعابين، بياكلوا حشرات، حاجات مش متداوله عندنا، فطبعا مفيش حاجات دي عندنا نقدر ناكلها، فما بيتنقلش عن طريق المده او عن طريق طرق النقل دي، لكن بيتنقل من انسان لانسان. يعني لو واحد جاي من الصين او واحد جاي من اي مكان مصاب بالمرض او حامل للميكروب، مش شرط في فرق بين الحامل للميكروب والمصاب، المصاب اللي عليه اعراض، اما الحامل للميكروب ما عليهوش اعراض، ولكن بمجرد ما مناعته تقل الميكروب هينشط هتبان على الاعراض. في فرق بين الكارير الحامل للمرض وبين الميكروب نفسه وبين المريض نفسه. المريض اللي عنده انفكشن ده اعراضه باينه، المريض نفسه، المريض اللي عنده انفكشن ده اعراضه باينه، اعراض انا بعرف المرض من اعراضه، لكن الحامل للمرض بيحمل الميكروب او الفيروس ولكن لا تظهر الاعراض، لان مقاومته قد قوه الميكروب، الفي الفيرولنس قد الدي، لكن لو واحده منهم نزلت هيبقى اوفر كاب، هيغلب عليها. اعراضه هي اعراض تنفسيه عاديه، ارتفاع درجه الحراره، سعال، رانينج نوز، ضيق في التنفس، كلها اعراض انفلونزا العاديه، ولكن الوفيات سريعه. فتره حضانته، فتره حضانه يعني ايه؟ الفتره من دخول الفيروس الى ان تظهر الاعراض على جسم الانسان 14 يوم. 14 يوم في خلال 24 ساعه المريض بيموت، في خلال 24 ساعه المريض بيموت. لكن طب نقدر نعمل ايه حاليا؟ طبعا نهتم بقى بالنظافه الشخصيه، نهتم بغسيل الايدين باستمرار بالميه والصابون، ميه ديتول او كده بالصابون الديتول، نهتم ب ان احنا لما نيجي نعمل قح او عطس يكون في منديل ويترمى، الاسطح ما نمسكهاش، ما نلمس اي حاجه. موضوع انك انت مثلا الفلوس ان احنا نطلع فلوس مثلا ايه واحطها في بق، وبالله الكلام ده غلط تماما تماما. بس الكونتاكت هو اهم حاجه، الكونتاكت عن طريق التلامس وعن طريق انهاليشن استنشاق. لكن بالنسبه للمأكولات ما ثبتش ان هو بيتنقل عن طريق الا الاكل بتاع الصين اللي هو حاجات الحشرات ديت، لكن احنا عندنا ما بناكلش الحاجات دي، فعشان كده الطريقه ديت مش موجوده عندنا. لكن عندنا لو واحد مصاب او حامل الميكروب، كح، عطس، اتكلم بصوت عالي، طلع اي رذاذ من فمه، يتنقل، لان الجو عندنا محاط بملايين الميكروبات، ولكن مناعة الإنسان كل ما كانت قوية كل ما كان الميكروب صعب إن هو يدخل أو يخترق. الرضيع خصوصا العجول ده واحد من مجموعة فيروسات ممكن يسبب إسهالات في العجول الرضيعة، منها الروتا ومنها الكورونا ومنها الأستروفيروس والبيتا فيروس والكالسي فيروس، بالإضافة إلى مجموعة من البكتيريا المسببة للإسهالات. المرض يمكن أن يسبب إسهالات ويمكن أن يؤدي إلى النفوخ إذا حصلت عدوى بأكثر من نوع من الفيروسات والبكتيريا، وده بيعتمد على المناعة، مناعة الحيوانات الرضيعة، المناعة المكتسبة من الأم زائد المناعة المأخوذة من خلال اعطاء السرسوف في الفترة الأولى من الولادة. فإذا ما حافظنا على رفع مناعة الحيوان خصوصا في الفترة الأولى بعد الولادة بأخذ السرسوف مبكرا كلما أمكن في أول 6 ساعات،
كلما كنا عاملين احتياطاتنا بندي رافع المناعة للأمهات زي فيتامينات إي فيتامين إي وفيتامين سيلينيوم وخلافه، ده ممكن يرفع من كفاءة الحيوانات الرضيعة ومقاومتها للفيروسات المصيبة في الفترة الأولى من العمر. لكن هو نفوق الحيوانات نتيجة للفيروسات المسببة للإسهالات في الفترة الأولى من العمر، ده بيعتمد بصفة أساسية على الحالة المناعية وبيعتمد على